صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل: هل يصح القول بأنه عندما تأتي لفظ ريح بهذا اللفظ يعتبر عذاب، وعندما تأتي بلفظ رياح فهي رحمة وخير؟ لا، حتى الرياح تأتي، حتى الريح تأتي بالنفع، الريح تكون طيبة أيضا، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، دل على أن الريح تكون طيبة أيضا. فالتوهم بأن هنا الريح أنها للعذاب مطلقة وأن الرياح أنها للرحمة هذا غلط. نعم.